بسم الله الرحمن الرحيم. وكل عمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. خليك قريب من ربنا، فاكرة خليك قريب من ربنا في كل حاجة، في رمضان وغير رمضان. على فكرة كل ما تكون قريب من ربنا وربنا بيفتح لك مجالات كتير جدا. وأقول لك على حاجة مهمة جدا، لو سر من أسرار المذاكرة، وده أهم سر في التعليم وأهم ذكر وأهم سر في المذاكرة، كل ما تكون قريب وتقرأ قرآن قبل ما تذاكر، وتذاكر تقرأ قرآن وليكن ربع ساعة، وتذاكر الكم اللي انت عايزه، وتنهي وتختم بقرآن لمدة ربع ساعة، مش ممكن تنسى اللي انت ذاكرته خالص. الفكرة ده سر التفوق والنجاح. كتير اسأل كل المتفوقين في ثانوية عامة عملوا كده ولا ما عملوهوش، هيقولك احنا عملنا كده، كنا دايما قريبين من ربنا جدا. اصلي، ما بزعلش ابويا وامي، بسمع كلامهم، هم عايزين مصلحتي في كل الاحوال، والاهم من ده يكون ربنا راضي عني. عشان كده لازم تكون قريب من ربنا قوي في المذاكره وغير المذاكره، وفي رمضان وغير رمضان. كل ما تكون قريب من ربنا، ربنا هيفتح لك كل المجالات وكل سبل الفهم والتركيز. اعزائي الطلبه، اتمنى ان تكلموني بعد الحلقه وتقولوا لي احنا قريبين من ربنا جدا عشان نتفوق، لان ده مهم جدا في حياتنا. أراكم في كبسولة قادمة إن شاء الله.